جاو الباب دقوا عليه قالوا لي حل الباب. قال لي شكون انت باش نحن غنحل لك الباب؟ قال لي احنا راه المخزن. وما ملي جاو لعند ولدي ما كيتعاملوش معاه كامرين، كيتعاملوا معاه كمجرم. هز ولدي الكرسي قد حطو قدام الباب، مشيت عند البوليسي قلت لي شوف غي ضربوا رجليه اولا اليديه، انا كنتحمل مسؤوليه ولدي، ضربوا رجليه الساعه اللي غضربوا رجليه راه غيجلس الارض قبل ما توقع شي كارثه، حقاش انا عارفه ولدي عارفه مزيان. قلت ليه ضربوا رجليه ضربوا اليديه ياك؟ قال ملي تمشي عنده تيقول لي انا لا سيري، هذيك راه خدمتنا، هادشي اللي تيقول لي سيري بسعي منها هذيك راه خدمتنا. خرج قدام الباب جالس دار كرسي ما بغاوش يضربوه، خرج تيمشي تال الطروطوار تال اللي تيخرج ما باغينش يضربوه ولا يزيدوا لعندو، قالك تيشكل علينا خطر عنده هز جنويه. وملي هو كيشكل عليكم خطر وهز جنويه علاش تجيتو هجمتو عليه؟ وقال لكم انا عندي الضحيه اللي حلوا الباب، قال لهم الا زدتو عندي راه عندي الضحيه. علاش ملي قال لكم عندي الضحيه وزدتو لعندو علاش غتضربو؟ هذاك مريض غتعرفوا كيفاش تعاملوا معاه كمريض، وهما تعاملوا معاه كمجرم. ولدي ماشي مجرم، ولدي قالوا ليه تدير القرقوبي الحومه اللي ساكنه فيها، وسولوا صحابه بقى فيهم وكيبكيو عليه الجيران، كلشي كيبكي على ولدي، كلشي بقى فيهم ولدي ماشي مجرم، ولدي ما كيستعملش القرقوبي، ولدي مريض، ولدي عنده الوراق باش مريض، عندي الدلائل، عندي كل شيء باش انا هادشي الهضره اللي كنقول كنتحمل مسؤوليتها، وعندي الورق باش كنهضر، وعندي الدليل في يدي محطوطه الورق ديالو، كل شيء كاين بان هو مريض. الساعه اللي دفعوا الباب جاو هجموا عليه، دفعوا الباب شد مو من يديها، قال ليهم الا زدتوا لعندي نذبحها غنضربها، طلقوا عليه القرطاس. ملي قال لكم غنضربها علاش تيطلقوا بالقرطاس؟ ما يضربوش، ضربوا بالقرطاس، جات القرطاس لامي في الظهر. ولدي نزل على امي بجنويه في عنقها، السيد اللي معاه هز الروطه نزل على ولدي للراس، هبطوا ولا ولدي طايح، ولات امي طايحين بجوج. واش هاد الشيء هاد الامل اللي دار هاد الحاله هادي؟ واش هذا حق؟ واش هذا قانون قراو عليه ومطبقينه؟ واش هاد الشيء كيدار للمريض؟ المريض شاد امي في يدي وتيقول لهم لا زدتو عندي غندبحها، وزادوا لعندو. ضحي دابا مضحيه بامي وولدي، ولدي مريض ودايرينو في الحبس، واش هذا غيدار في الحبس؟ واش هذا حق؟ والسيد كاع اللي داير هاد الشيء هذا كيزاول المهنه ديالو، ولدي مرمي في السجن وامي دفنتها، وحنا في الدار كنعيشوا حاله لا يرثى لها وربي اللي كيعلم. هزينا مدينا هزو امي ومشينا، هزو ولدي داوش، كي لقيت ولدي دايرينو قدام السونتر ديال البوليس، دايرين ليه يديه مع الحديد شادينو بالمينوط ومتكينو رامينو على برا، ومريض ما عقلش على راسو. توصلت لعندو انا وخواتاتي عاد هزينا الما كنعطيو الما، عائلتي ما كتبعنيش على ولدي حقاش عارفين ولدي مريض، امنا هاديك لاني عارفين ولدي راه مريض، ما تيتابعني تا واحد وما تيحافيني تا واحد، وكلشي واقف مشي في جنبي، انا اللي وليت مريضه، انا اللي كنعاني في حق امي وولدي. وملي مشيت للبوليس ولدي بقى مع باه، ما لقيتش واش نجلس مع ولدي ولا نمشي مع امي، جلس باه جلس معاه وهبط امي للفوريان مع خوتي وخواتاتي. جاو البوليس قالوا لي لا نرجعوا للدار، قلت ليهم مرحبا. ملي هبطت انا عند امي للفوريان ودينا ولدي ديناه لرازي كيغرزوا ليه راسو، رجعوا البوليس لداري كيقلبوا، علاش كيقلبوا؟ قال لهم فين هي؟ تنقلبوا على القرطاسة. وملي هاد البوليس كينفي بإلا هو ضارب بالقرطاس
علاش رجعوا للدار كيقلبوا عليها؟ وكاينين الناس اللي حاضرين العزايا في الدار وتيهزوا اللحاف وتيقلبوا تحت اللحاف تيقلبوا على الخرطاسه. واللي حد الان امي وديك التشريح ديالها والموتى ديالها ما عرفنا حتى شي حاجه، كل شيء غامض، ما عارفين حتى شي حاجه، ما عارفين ولحد الان ما عارفين لا باش ميته الى مي ولدي هو اللي ذبحها ومات على طريق ولدي. السبب ديالها البوليس هو اللي دفعوا الباب وهجموا على ولدي وتيقول لهم الضحيه عندي الا زدتوا لعندي غندبحها. انا الى مي ماتت انا كنطلب حقي وحق ولدي، كنطالب حقي في مي. السبب ديالها هما اللي هجموا على الباب، ما خصوش يهجموا على الباب وتيشوفوا المريض وتيتبرى منهم تيقول لهم الا زدتوا لعندي غندبحها. انا دابا كنطالب بحقي، حق مي وولدي والعداله تطبق. كنطالب من المسؤولين القانون يطبق. هادشي ما كنطلب وولدي